مرحبا، نبدأ هذه النشرة بالعناوين. جولة للوزير باسيل في بشري. البطريرك الراعي ماذا يبغي أسياد تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية؟ هل حدد موعد زيارة لودريان إلى بيروت؟ الثانية وربع بتوقيت بيروت، أهلا بكم إلى هذه النشرة التي تنشر لاحقا مع سائر أخبارنا عبر موقع otv.com.lb وعلى قناتنا على يوتيوب وحساباتنا على أكس، فيسبوك، إنستغرام وعلى تيك توك. في وقت يتواصل التنقيب عن الغاز في البلوك رقم 9 وسط أجواء إيجابية تحيط بالملف، يلف الغموض مصير الزيارة المرتقبة لجان إيف لودريان وموقف اللجنة الخماسية منها، في وقت يربط البعض بين الزيارة المحتملة لآموس هوكستين للبحث في ترسيم الحدود البرية في الجنوب وبين عودة الموفد الرئاسي الفرنسي من دون أن تؤكد ذلك أي معطيات ملموسة. أما محليا فتواصل القناة التلفزيونية التابعة لحركة أمل بث مقدماتها الإخبارية الموتورة في حق التيار الوطني الحر على وقع تكرار حزب الله التمسك بالحوار القائم مع التيار الذي جدد رئيسه جبران باسيل اعتبار اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة عنوان المعركة في هذه المرحلة لأنها كفيلة مع الصندوق الائتماني بحرمان المنظومة من موارد مالية مهمة تستفيد منها على حساب الناس في كل المناطق ومن مختلف المناطق والطوائف والمذاهب. وكان رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل زار البقاع الغربي حيث أكد أن الحوار مع حزب الله وحول اللامركزية الإدارية والصندوق الائتماني وحول مشروع بناء الدولة لينتخب على أساسها رئيس يتوافق مع هذا المشروع. إذا أردنا أن يكون عهد الرئيس القادم ناجحا علينا أن نقوم بتغيير حقيقي في البلد على الأقل على مستوى حياة الناس، لذلك طرحنا موضوع اللامركزية الإدارية والصندوق الائتماني. الكلام لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل خلال رعايته العشاء السنوي لهيئة قضاء البقاع الغربي في التيار الوطني الحر. نحن اليوم لما بنطرح اللامركزية الإدارية والمالية هي لأنه مش عم نفكر بمنطقة واحدة بلبنان ولا بطائفة واحدة، عم نفكر بكل المناطق وبكل الطوائف. لما بتصير المناطق عندها استقلاليتها وعندها سلطتها وإدارتها من دون ما تنشق عن المركز ومن دون ما المركز يخسر من قوته بسياسة خارجية وبسياسة دفاعية وبسياسة نقدية وبنقد موحد وبدولة وحدة موحدة، عم نحكي بس عن إنماء مناطقي بيسمح للسلطات المحلية المنتخبة والمراقبة من الناس أنه يصير في عندها مداخيل أكثر وتصير تقدر تخدم ناسها أكثر وتنمي مناطقها أكثر. هيدا الشيء تأخرنا فيه من لبنان كثير. انتخاب الرئيس وحده ما بقى الحل، هو ضروري ولازم وله الأولوية أكيد، وما فينا نعمل شيء من دون وجود رئيس جمهورية، ولكن هو وحده ما بيكفي. ولهيك طرحنا هودا الموضوعين ولقينا انه من الضروري انه اذا بدنا نعمل عهد ناجح وبدنا نعمل تغيير حقيقي بالبلد على القليله على مستوى حياه الناس. بعرف انه هولي ما بيحلوا لا سياستنا الخارجيه ولا بيلاقوا حل لمشكله السلاح والاستراتيجيه الدفاعيه وعلاقتنا مع سوريا او مع السعوديه او مع ايران او مع امريكا مع الغرب او مع الشرق، بس هودي بيسمحوا للبنانيين انه يقدروا يعيشوا بكرامتهم وتوصل لهم خدماتهم مثل ما لازم. باسيل تطرق الى موضوع الصندوق الائتماني مؤكدا انه مخصص لاملاك الدوله ومرافقها حتى لا تبقى عرضه للجشع والطمع والسرقه. انما الصندوق الائتماني هو بنحط فيه هو صندوق امان، تنسهلها، امان
لأملاك الدولة ومرافقها طما يضلوا عرضة للجشع والطمع والسرقة، لأنهم سرقوا كل مرافقنا. ومن بعد ما صار الانهيار ب 17 تشرين، بعض البنكرجية وأصحاب المنظومة المالية والسياسيين حاطين عينهم على أملاك الدولة وفكرهم أنه إيه الدولة عندها أملاكها بتبيعها وبتدفع للمودعين الخسائر وبتعوض كمان على البنوك. نحن مشروعنا تماما العكس، الدولة بتحافظ على أملاكها بس بتستثمرها وبتجيب القطاع الخاص يستثمر فيها، والمطار يلي بيسوى اليوم مليارين دولار بيصير بيسوى 10 مليار دولار، وبهيدا الفرق وبالأرباح يلي بينعملوا منه منرد جزء من الأموال تبع المودعين. التيار الوطني الحر كان عنده الجرأة أول حدا يقول للمودعين مصرياتكم راحوا. نحن ما كذبنا على الناس مثل كل السياسيين الكذابين ونطلع نحكي بالإعلام أموال المودعين لا يمس بها. ما يا كذابين، هن 190 مليار دولار باقي 7 بالمصرف المركزي. بس هيدا الكذب على الناس، هيدا مهنة سياسيين هيدا البلد. بس انه قال تنضل كوركت سياسيا، انه هن بيحكوا حلو ومشلبن والمصريات راحوا. اذا بدنا نصدق مع الناس نعمل الصندوق الائتماني تنرد لهم جزء ومش كل امواله. أما في موضوع الحوار مع حزب الله فأكد باسيل أنه فقط حول اللامركزية والصندوق الائتماني وحول مشروع بناء الدولة لينتخب على أساسها رئيس للجمهورية. وحوارنا مع حزب الله هو اليوم حول هالنقاط وبس، حول اللامركزية، حول الصندوق الائتماني، وحول مشروع بناء الدولة تيجي على أساسهم رئيس بيتوافق مع هالمشروع لبناء الدولة. لأنه نحن ما حنقبل برئيس بيجسد للبنانيين فكرة الدولة وعلى القليل بيعطيهم أمل أنه بعد هيدي الدولة فيها تقوم. وإن شاء الله هيدا الحوار بيتوسع تيطال كل الأفريقاء. لما عملنا بال 2006 ورقة التفاهم ودعينا الكل يشاركوا فيها رفضوها وتهجموا علينا. اليوم هيدا المشروع ما بيخص التيار الوطني، بيخص كل اللبنانيين. والكل بالاخر تينقروا هالقانونين اصلا لازم يمرقوا بمجلس النواب وكل الكتل النيابيه تكون معنيه فيهم. وهيدا الشيء اللي بيخدنا تكون ما عم نعمل مشروع فئوي لحدا او لمنطقه، هيدا مشروع لكل اللبنانيين. وكل الكلام غير هيك ساعه بيعملونا عم نعمل صفقه، ساعه عم نعمل شيء تحت الطاوله وفوق الطاوله. نحن بنقول لهم احكوا قد ما بدكم، ضميرنا مرتاح، وعينا بالكامل مضويين 24 بفكرنا وبوعينا على كل شيء عم بصير. ونحن اصحاب مسؤوليه، نعرف مسؤوليتنا شو ببناء الدوله. نحن تيار الحقيقه والثقه بيننا متبادله، كذلك المحبه، قال باسيل متوجها الى التياريات والتياريين الذين جددوا له الثقه بعد فوزه برئاسه التيار. الثقه والمحبه ان شاء الله بيكملوا، وما حدا بيقدر يفوت بيناتنا ولا حدا. بتعرفوا الطامعين كتار سفرات واحزاب جوا وبرا، ويا ما اكترن ويا ما أقوينا نحن بمحبتنا لبعضنا وبثقتنا ببعضنا. وكل مالهم وكل وسائلهم ترغيب وترهيب، هودي اللي ما عندهم ثقة ومحبة ما بيفهموا معناتهم، مشان هيك رح يفشلوا قدامنا. ومشان هيك التيار الوطني الحر بقضيته بمبادئه رح ينتصر. بدنا نضلنا بهذا الإيمان، نحن الأوادم أقوى من الزهران. باسيل شدد على أن منطقة البقاع الغربي فيها تاريخ للتيار وهي غنية بخيراتها، لكنها منطقة متروكة من الدولة المركزية وسياساتها التي حصرت كل شيء بيد المنظومة وأفقرت البلد. واليوم في بشري حيث يقوم رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بزيارة للمنطقة، أقيم احتفال في دير مارليشع في وادي أديشة في حضور البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي والنائب ويليام تو، وكانت هناك مواقف سياسية. شكرا لك لأنك جمعتنا، بس بدي لك شكرا كمان لأنه هون نحن عم نحكي عن الكهرباء وعن النور،
لأنك سلطت الأنوار أنت والوزير السابق نائبنا الحبيب رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، سلطت الأنوار على كل مشاكلنا السياسية والوطنية. فلولا الكهرباء ما كنا حكينا فيهم. أولا بدي أشكرك على كل هالإنارة اللي نورت فيها، ضويت فيها الظلمات بحياتنا السياسية، وكملها معالي الوزير نائبنا الحبيب جبران باسيل. على الأكيد المواضيع اللي طرقتوها وضويتوا عليها هيدا نحن بأمس الحاجة لها في لبنان، ولولا ما كنتوا سلطتوا الأنوار عليها ما كنا شفناها، لأنه دايما النور ضروري حتى نقشع خفايا الأمور. المسيح الرب بيقلنا سيروا في النور ما دام لكم النور لتكونوا أبناء النور. إذا نحن حياتنا ما إلها طعمة إذا ما كانت فعلا واضحة مثل النور بأعمالنا بتصرفاتنا بأفكارنا بكل شيء فينا، لأنه وحده النور ببين لنا الحقيقة، وحده النور بيجلي قدامنا الطريق اللي فيها منلتقى سوا. وعادة اللي بيعملوا شر بيعيشوا بالظلمة، بيتخبوا وبيعملوا شر. خلينا نكون دائما أبناء النور. اليوم أنت هيدا اللي عملته نايبنا الحبيب ويليام جبران طوق. نحن بيسعدنا كبطريركية وأنا شخصيا كبطريرك هلأ أن نكون عمل مساهم بهيدا العمل، أو نبارك هيدا العمل، أو نسند هيدا العمل، لأننا منكون فعلا منريد أنه لبنان يرجع يكون نعم بلد النور، بكون في نور. كل شيء تكلمت عنه معاليك ونايبنا الحبيب بالقضايا اللي ذكرتوها ما بدي عيدها، نعم هيدا مدخل لخروجنا من هالنفق المظلم اللي عم نعيش اليوم في لبنان. إذا في عنا دولة فشلت لليوم إنها تقدر تأمن هالخدمة للناس، على قليلة تترك الناس إنها هي تقدم هالخدمة لحالها. وإذا نحن ما قدرنا ننجح بقانون اللامركزية بإقراره بتطبيقه، أنا بدعي كل مواطن لبناني وكل مسؤول لبناني وكل منطقة تبلش تفكر وتنفذ كيف هي بدها تقوم بحاجاتها، لأنه اللامركزية الإدارية المالية الموسعة بنقدر نحن نفرضها على أمر الواقع بحياتنا اليومية. ما في شعب يضل متروك لمصيره للمجهول، ومتروك من دولته ومن سياسات مفترض انها تتطبق ويقدر هو يعيش على اساسها بكرامته. مشان هيك نحن سيدنا اليوم قدام استحقاق دستوري اساسي، ما بنقدر نعمل شيء بالبلد من دونه، هو انتخاب رئيس جمهوريه. بس نحن كلنا سوا بنعرف انه ما بقوا الحل وحده بانتخاب الرئيس، وكلنا سوا بنعرف انه كل 6 سنين رح نوصل على فراغ رئاسي. طالما دستورنا هيك يلي هو انعمل اساسا ليعمل حمايه للمكونات وما حدا يفرض على الثاني رئيس جمهوريه، اليوم اجوا من خارج هالشيء يفرضوا علينا رئيس جمهوريه، واجوا اكثر من هيك ياكدوا انه كل 6 سنين رح نفوت بفراغ دستوري، الا اذا بدنا نقبل بشغله من اثنين، يا انه نعمل انتخاب مباشر من الشعب، يا انه نتفق ونسلم انه ما بقى حدا بيستعمل لغه النصاب والحق الدستوري لكل نايب انه يقاطع. هذا الدستور عطيه، ولكن هيدا عم بيوصلنا لفراغ مميت وعم بيتكرر ورح يتكرر كل مره اذا ما اعتمدنا موضوع الانتخاب المباشر. هلا قضيه رئاسه الجمهوريه قضية إن شاء الله نكون عم نقدر نعالجها وما نعيش بقى بهالفراغ يلي قلنا عنه إنه ملي. بس أنا بدي أتوقف قدام نقطتين. عم نستغل يمكن هالاستحقاق الدستوري لنحاول نحقق على أولوية انتخاب الرئيس من دون شك. أمرين ما فينا نكفي نعيش بالبلد من دونه. اللامركزية الموسعة يلي هي بكل بساطة
ما بتمس بالسلطة المركزية للدولة، ولا بتدق بالسياسة الخارجية، ولا بالسياسة الدفاعية، ولا بالسياسة النقدية. هي بكل بساطة بتسمح لكل منطقة مثل بشرة تصير إيراداتها من قضاء لإلها، وتقدر هي تصرفها من خلال مجلس قضاء منتخب هو مسؤول قدام ناسه على شفافية عمله وعلى فعالية عمله، على الجود governance مثل ما بيقولوا، لا يقدر يشتغل ويصرف هالمال مناطقيا. وهيدا منه معمول للمسيحيين ابدا، هيدا لكل اللبنانيين، وهيدا شيء مستحق لكل اللبنانيين، لانه هيدا الحل الوحيد ليصير فيه انماء محلي ومناطقي وعادل، عادل لكل منطقه. ومش مزبوط انه في منطقه رح تنغبن، لانه كل منطقه عندها مواردها، والمنطقه يلي بذهن البعض انها ما بتدفع، في عندها كثافة سكانية تقدر بس تدفع تأمن موارد أكثر. فإذا بغض النظر عن الاستحقاق الدستوري الرئاسي، لا مركزية لازم تتطبق ولازم يصير الاتفاق عليها بمعزل عن انتخابات الرئيس. شيء الثاني يلي هو أكثر أهمية ويمكن عم نغفله بالحديث عنه، هو الصندوق الائتماني، يلي هو كمان بيعبر عن فشل الدولة بإدارة مواردها ومرافقها، ويلي اجى الوقت انه تضل هالاصول وهالاملاك ملك الدولة اللبنانية، بس اجى الوقت انها تندار بفعالية من قطاع خاص مستعد يستثمر ويعمل خدمة منيحة للمواطنين ويأمن مداخيل اضافية للناس ولا الدولة، لانه كمان ما في حل للمودعين باستعادة جزء من اموالهم من دون هيدا الصندوق الائتماني. الدولة اذا بدها تساهم اليوم باعادة الخسائر للناس ما فيها تبيع املاكها، لانه في خطة لبيع املاك الدولة. الطريقة الوحيدة ان نحمي هالاملاك نحطهم بصندوق امان، بيضلوا ملك الدولة يعني ملك المواطنين، ولكن بيصير في استثمار لهم. الشيء الحل الوحيد هو هيدا. كل التضليل يلي عم بيصير غير هيك بالإعلام، وعلى فكرة اليوم البابا فرانسيس صباح هيدا اليوم بيقول إنه التضليل هو الخطيئة الأولى للإعلام، هيك عن أربع خطايا ما لحددهم، تشهير والولع بالفضايح، بس قال التضليل هو الخطيئة الأولى بالإعلام يلي عم تتمارس بأفضل وبأشنع طريقة هون بلبنان، لما بيوهموا اللبنانيين بغير الحقائق. والتدقيق الجنائي يلي طلع ظهر الحقيقة، هلأ بالتضليل بجربوا يحطوا قسم من المسؤولية على الكهرباء، لأنه في سياسة دعم قررت الدولة اللبنانية والحكومة اللبنانية بعكس نحن رأينا وإرادتنا أنها تعمل سياسة دعم للكهرباء، كانت تتكلف كل سنة شرية فيول مليارين دولار ويتسجلوا خسائر. هيدي كل سياسة الدعم ما بنقدر نطلع منها إلا لما بيصير في إدارة واستثمار فعلي لكل موارد الدولة، وهيدي يلي بتعمل الإنماء الوطني الشامل. هيك بيصير في عنا إنماء محلي وإنماء وطني، ما بناخد نفس ولا أكسجين ولا البلد بيتنفس ولا شعبنا بيرتاح إلا ما تنشال هالإيد القابضة على مواردنا وعلى مرافقنا. وهذا الحل هو باللامركزية وبالصندوق الائتماني. هالمشروع هو لكل إنسان بهالجبة دون أي تمييز، لا مناطقي ولا عائلي ولا حزبي ولا سياسي. وبهالمشروع نحن أطلقنا الخطوة الأولى على طريق زيادة إنتاج الطاقة النزيفة ببشري وإن شاء الله بكل لبنان. البعض فكروا، ويمكن نحن من هالبعض، انه عدم التفاهم على التحالف بالانتخابات النيابيه الاخيره مع رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل رح ينسف التعاون معه مع فريق وزاره الطاقه لانجاح المشروع. بس كلمه حق وحقيقه لازم نقولها، وقفه ضمير ما تعودنا غير نقولها، انه الوزير جبران باسيل ضاعف جهوده اكثر واكثر لانجاح المشروع الحيوي الاستراتيجي، لانه بيعرف مدى اهميه هالمشروع بتعزيز وترسيخ وجودنا بهالارض. والاهم انه هالمشروع هو نموذج تطبيقي فعلي لايماننا المشترك
بأهمية اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة. يلي اليوم الطيار الوطني الحر ورئيسه عم بيخوضوا معركة تطبيقها بعد أكثر من 30 سنة تعطيل تطبيقها كبند أساسي من اتفاق الطائف. والملفت اليوم انه باقي القوى السياسية الأساسية بالبلد صاروا عم بيتجاوبوا مع ضرورة تطبيق اللامركزية الإدارية الموسعة، لأنه بعد كل هالمصايب يلي لحقت بالناس صار واضح وأكيد أنه هي الممر الإلزامي لأيام الدولة وحماية مؤسساتها وتأمين كرامة وحرية شعبها، والأهم لأنه هي المدخل الإلزامي الوحيد لكسر تسلط تحالف المافيات، مافيات السلطة والمال والفساد وهدر المال العام بكل القطاعات على حقوق الناس وعلى خيرات الدولة. وهون ما فيي ما أشكر جهود كل يلي حطوا إيدهم معنا لإنجاح المشروع. بدي خص بالشكر الوزير الأستاذ وليد فياض، مدير عام كهرباء لبنان الأستاذ كمال حايك ومجلس الإدارة، مدير عام كهرباء أديشة الأستاذ عبد الرحمن المواس ومجلس الإدارة، الأستاذ كريم سيبا، الأستاذ طوني ماروني والمهندس ناجي السيدي. وما في إلا ما أشكر من كل قلبي الوزيرة ندى البستاني يلي ما قدرت تكون معنا اليوم، وبذكر أنه بإحدى أولى جلسات انتخاب رئيس الجمهورية طلعنا سوا بعد فقدان النصاب تنحكي بهالمشروع بالذات. ولسخرية القدر تلاقى مين يتهمنا انه نحن اللي عم نعطل النصاب. وبانتظار تعميم هالتجربة على كل منطقة بلبنان للانطلاق بمسار بناء الدولة، لازم نأكد انه ما في دولة على وجه الارض فيها تقوم بمؤسساتها من دون رأس الدولة. وصار الوقت لنكون ايد وحدة تحت عباية سيدنا البطرك لتأمين وصول هالرئيس ومواكبته بمشروع كامل لبناء دولة المواطن والحق والقانون واسترجاع هيبة وانتظام مؤسسات الدولة ومحاسبة يلي نهبوا خيراتها وخيرات أهلها. وكان البطريرك الماروني سأل ماذا يبغي السياد تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية وفقا للدستور منذ 11 شهرا، ولماذا يحرم لبنان من انتخاب رئيس؟ ورأى الراعي في عظة الأحد أن المعطلين يعادون الطائف ويدركون أن حكومة تصريف الأعمال لا تستطيع إجراء تعيينات واتخاذ والإجراء. فيا ليت المسؤولين السياسيين عندنا يسمعون في قرارة نفوسهم كلام الله، وبخاصة الذين في قبضة يدهم فتح البرلمان اللبناني ودعوة المجلس لعقد جلسات انتخابية متتالية لرئيس الجمهورية وفقا لمنطوق المادة 49 من الدستور. في زمن الأسئلة نسأل نحن أيضا، لصالح من تحرم دولة لبنان من رئيس لها؟ بدونه تنشل جميع المؤسسات. لماذا ينتهك منذ 10 أشهر الميثاق الوطني لسنة 43 الذي كرسه اتفاق الطائف سنة 89؟ لماذا ينتهك منذ 10 أشهر هذا الميثاق الذي ينص على أن يكون رئيس الجمهورية مسيحيا مارونيا ورئيس مجلس النواب مسلما شيعيا ورئيس الحكومة مسلما سنيا كتعبير فعلي للعيش المشترك؟ ونسأل بالتالي،
النافذين الممعنين في انتهاك هذا الميثاق الوطني، كيف توقف، كيف توفقون بين هذا الانتهاك السافر والمتمادي ومقدمة الدستور التي تنص على أن لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك؟ ألا يطال هذا النص شرعية ممارسة المجلس النيابي والحكومة؟ تعامل التيار بلا مبالاة مع تصعيد محطة حزبية ضده في أسرار اليوم. قرأت أوساط سياسية في تعامل التيار بلا مبالاة مع تصعيد محطة حزبية ضده بأنه تفويت للفرصة على مرجعيتها السياسية المنزعجة من حوار التيار والحزب، كما من التدقيق الجنائي ودور الرئيس عون في مسألة التنقيب. لا يزال مرجع حزبي يعول على تقاطع أكبر بين التيار والقوات في الملف الرئاسي، مع الإقرار بأنه معلوماته صحيحة حول حوار ميرنا الشلوحي وحر تحريك. أقر وجه إعلامي في مقابلة تلفزيونية أخيرة بأنه كان يتقاضى بدلاً كبيراً من رياض سلامي لقاء استشارات وصفة بالقضائية كان يقدمها له من دون أن تعرف ماهية الاستشارات المذكورة. عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض أن التعديلات المطروحة دوليا لتعديل مهمة القوات الدولية وقواعد حركتها في منطقة انتشارها مرفوضة رسميا وشعبيا، وإذا أرادت هذه القوات أن تحافظ أو تبني علاقة طيبة ومستقرة مع المجتمع في منطقة عملها فعليها أن تحرص على التنسيق مع الدولة وأجهزتها وبالخصوص الجيش اللبناني وأن تتحرك بالتلازم معه. هل يكفي أن يتم الاقتصار فقط على هذه المعالجات الجزئية دون أن يكون هناك معالجات جذرية؟ هل يجوز بعد مضي 4 سنوات على انفجار الأزمة المالية الاقتصادية في هذا البلد دون أن نتمكن من إقرار التشريعات الضرورية بدءا بخطة التعافي أو استعادة النظام المالي وصولا إلى إعادة هيكلة القطاع المصرفي، إلى كل هذه التشريعات الضرورية التي تعتبر شرطاً وإطاراً لا بد منه إذا أردنا أن ننقذ البلد على المستويين الاقتصادي والمالي؟ يبقى أن أشير أيها الأخوة وأيتها الأخوات إلى نقطة أعتبر أيضاً بأنها راهنة وشديدة الأهمية، وهي ما يتصل بهذه الضغوط الدولية على الأمم المتحدة لتعديل مهمة القوات الدولية في الجنوب اللبناني وتعديل قواعد تحرك هذه القوات في هذه المنطقة الجنوبية. خلينا نحكي بصراحة، إذا أرادت هذه القوات الدولية أن تبقي على علاقة الصداقة وأن تنمي علاقة الثقة بالمجتمع المحلي في الجنوب اللبناني وأن تزيل مواطن الشك الكثيرة التي تعتري هذه العلاقة، على هذه القوات أن تبقى في موقع التنسيق والتعاون مع الدولة اللبنانية وأجهزتها وتحديداً الجيش اللبناني الذي يعتبر تحرك القوات بالاستناد إلى التنسيق والتعاون والتلازم مع الجيش اللبناني إنما هو شرط لازم لا يمكن تجاوزه، وأن السعي لتعديل قواعد التحرك إنما هو مرفوض رسمياً وشعبياً، ولا يجوز بنحو من الأنحاء أن تدفع هذه الضغوط الدولية كي تبدو هذه القوات الدولية وكأنها أداة بيد العدو الإسرائيلي وكأن حرصها على الدوام هو فقط للاستجابة إلى الشروط والمطالب التي يسعى العدو الإسرائيلي إلى فرضها وإلزام القوات الدولية بها.
عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم يكشف عن موعد مبدئي لزيارة لودريان ويعلن الموقف من النقاط في موضوع اللامركزية الموسعة. حتى الآن لم يتم تحديد موعد للزيارة، ولكن قيل أنه قد تكون في النصف الأول من أيلول، ولا جديد طبعاً. في كلام لافت لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي سابقا، ولكن انا بضل اقول يعني رئيس الحزب وليد جنبلاط يقول لابد من التحاور مع امين عام حزب الله السيد حسن نصر الله، مش بس لموضوع انتخابات رئاسي ولكن لمستقبل لبنان. ابدا، هذا الكلام الايجابي، هذا الكلام الرؤيوي، هذه الروحيه الحواريه المفترض ان تكون دائما موجوده في بلدنا. تعولون من بعد هالكلام انه وليد جنبلاط يبدل رايه، وفي حال سار التيار الوطني الحر، في حال بسليمان فرنجيه، ان يسير حكما اللقاء الديمقراطي؟ يعني علينا ان نرتبط الامور، لكن طبعا تعودنا ان يكون دائما وليد جنبلاط في المواقف الانقاذيه ومساهمه للجمهوريه، دائما طبعا الظروف هي التي تفرض والمعطيات. في حوار بين حزب الله والتيار الوطني الحر كثر يعولون على هذا الحوار، انتم عم بتناقشوا مع حزب الله تحديدا بنقطه اللامركزيه الموسعه، يعني صار في نقاش بين الرئيس بري وحزب الله بهذه النقطه للتيار الوطني الحر، وهل الاجواء ايجابيه عند الرئيس بري تحديدا؟ احنا موضوع الحوار بعد ان احنا دعاة هذا الحوار، يمكن الا ان نكون ايجابيين من اي حوار. منفتحون يعني على اللامركزيه الموسعه، بدي موقفكم من هالنقطه. نحن مع كل ما هو ماده دستوريه، نحن احرص على الدستور وعلى ضروره تطبيق مواد الدستور واتفاق الطائف بكل بنوده. اللامركزيه الاداريه هي احد اهم هذه البنود، ولكن ضمن رؤى والمالية القبول به واللامركزية المالية. ابدا المالية لم تكن اساسا في صلب هذا التوجه، لكن علينا ان نناقش بما يخدم مصلحة بلدنا والحفاظ على وحدة هذا البلد وتوافقه الخيرات. يعني انتم مش منفتحون على اللامركزية المالية الموسعة؟ لا، المالية طبعا عندنا رؤية مختلفة، مقاربة مختلفة، لكن نحن ايجابيون في اي نقاش ومستعدون للنقاش كل ما يمكن ان يخدم البلد. يعني في يكون ايجابيات بهالحوار؟ شايفين ايجابيات يعني ولا شو؟ ممكن لا، اي حوار ممكن يكون فيه. ما انتم رافضين اللامركزيه الماليه، كيف بده يكون في ايجابيات؟ ورافضين صندوق ائتماني. في تحت المركزيه الماليه. بنخوف من وزاره المال تضل تحت السيطره. ونحن مع ما يكون ايجابيا ونتاجا مستقبليا للبلد. لا طبعا نحن لا نسير وفق رؤيه محدده لاي فريق. فاصل ونعود الى النشره. اهلا بكم من جديد. 27 اب 1978 في تاريخ اليوم. ب 27 اب 1978 وبعد شهرين ونص تقريبا على مجزرة اهدن، وقعت معارك عنيفة بين الجيش السوري والقوى العسكرية التابعة للجبهة اللبنانية في الشمال المسيحي، ولا سيما بلدات وقرى قضاء البترون، قبل ان تؤدي الاتصالات التي توليها الرئيس الياس سركيس مع البطريرك مار انطونيوس بطرس خريش وقائد الجيش العماد فيكتور خوري وقائد قوات الردع العربية اللواء سامي الخطيب الى تسلم الجيش اللبناني المنطقة والفصل بين المتقاتلين. النشرة مستمرة ولكن بعد الفاصل. إلى الأخبار الإقليمية والدولية، أعلنت لجنة التحقيق الروسية أنه بناء على نتائج الفحوصات تم تحديد هويات جميع الأشخاص العشرة الذين قتلوا في الكارثة الجوية التي وقعت الأربعاء الماضي. وفق نتائج هذه الفحوصات تم التعرف على هويات جميع القتلى، وتتوافق أسماءهم مع تلك الواردة في قائمة ركاب الطائرة في الرحلة المنكوبة. وفي وقت سابق أكدت هيئة الطيران الروسية تواجد مؤسس مجموعة فاغنر
يفغيني بريغوجين والرجل الثاني في مجموعة فاغنر أيضا على متن الطائرة. أعلنت السلطات الأمريكية أن مسلحا مدفوعا بالكراهية العنصرية أطلق النار وقتل 3 أشخاص من البشرة السوداء في ولاية فلوريدا قبل أن يقتل نفسه إثر مواجهة مع الشرطة. وأوضح المسؤولون في تلك المنطقة أن مطلق النار وهو رجل أبيض في أوائل العشرينات من عمره لم يتم التعرف عنه بعد عندما بدأ بإطلاق النار داخل متجر في المنطقة. وأشار إلى أن المسلح استهدف مجموعة معينة من الناس وهؤلاء كانوا من ذوي البشرة السوداء. أولئك هم من قال أنه يريد أن يقتلهم وهذا واضح جدا. وأشار المسؤول إلى أن الضحايا 3 هم رجلان وامرأة. تحطمت طائرة عسكرية تابعة للجيش الأمريكي خلال تدريبات في شمال أستراليا وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية. وأوضحت شبكة ABC العامة أنه تم إنقاذ عدد من الأشخاص بعد تحطم الطائرة خلال تدريبات شمال البلاد. وهذه الطائرة قادرة على الإقلاع والهبوط العمودي ولها أجنحة متحركة يمكن أن يتم توجيهها لأعلى لمنحها قدرة المروحية في المناورة أو إلى الأمام للتحليق أفقيا كطائرة عادية. ندد البابا فرانسيس بالتضليل والأخبار الكاذبة معتبرا أنها تمثل أولى خطايا الصحافة في سعيها لتوجيه الرأي العام. واعتبر البابا فرانسيس خلال حفل في الفاتيكان لمنح جائزة عالمية في حضور صحفيين إيطاليين أن التضليل هو أولى الخطايا أو لنقل أخطاء الصحافة. وقال في بيان أصدره الفاتيكان أن خطايا الصحافة هي 4: التضليل عندما لا يقوم الصحفي بالإبلاغ أو يضلل، الافتراء المستخدم أحيانا، التشهير الذي يختلف عن الافتراء لكنه يحطم، والرابعة هي الولع بالفضائح. وتابع البابا فرانسيس على سبيل المثال: ما يثير قلقي هو تلاعب من يروجون لأخبار كاذبة من أجل توجيه الرأي العام بدافع المصلحة، داعيا إلى صحوة مسؤولة وسط الوضع المأساوي الذي تشهده أوروبا مع استمرار الحرب في أوكرانيا. وقال أيضا البابا فرانسيس: آمل بإعطاء حيز لأصوات السلام لأولئك المنخرطين في إنهاء هذا النزاع وغيره. وبهذا نصل إلى ختام هذه النشرة. للمزيد تابعونا عبر موقع otv.com.lb وعلى صفحات OTV على مواقع التواصل الاجتماعي، على قناتنا على يوتيوب، وعبر صفحات X، فيسبوك، إنستغرام، وتيك توك. شكرا للمتابعة ونلتقي في نشرة المساء.